أهلا بكم وفقرتنا الحوارية الثانية ولقاء مباشر مع الأستاذة منال عبد العزيز عمر وهي الموجه الفني العام للغة الفرنسية وأيضا الأستاذة منى الأنصاري رئيس اللجنة الفنية للكيمياء. يا هلا ومرحبا فيكم، يسعد مساكم بهالفترة، فترة التوتر والامتحانات. حياك في البداية نبي نعرف كيفية الاستعداد أكيد للاختبارات. أنتم عارفين اليوم الطالب بس يسمع باكر عنده امتحان ممكن يحوشه نوع كبير من الخوف وأيضا التوتر. نبي نعرف طريقة الاستعداد العلمية. طبعا بالكيمياء، أنا بتكلم عن الكيمياء وشيء أشكر تلفزيون الكويت على أن أتاح لنا أن ننقل لو كلمة إلى أبنائنا ونطمنهم على أن إن شاء الله الامتحانات أو الامتحان بالذات، أنا أتكلم عن الكيمياء، كيمياء اللي هو حياتنا كلنا، الامتحان بإذن الرحمن بيكون ضمن الكتاب وما في شيء يخافون منه، والطالب اللي دارس راح إن شاء الله يجاوب على الأسئلة. استعدادك أنت أيها الطالب هو الذي يحدد ما كيف تؤدي هذا الامتحان، فبالتالي إحنا نبي نطمنهم بس أنهم يكونون مرتاحين ولا يخافون ولا يحاتون. والموجه الفني منال نفس بيمثني على كلام أم منى نفس الشيء، يعني هم يعني خلاص إحنا ليلة الحصاد، يعني ليلة اللي نزرع فيها ليلة الحصاد، فهو مثل ما قلنا الامتحان الفترة الرابعة ما راح يفرق عن الأولى والثانية والثالثة، صحيح. فقط إنه هو آخر شيء آخر اللي بياخذ وراء شهادة التخرج ما يختلف عنه، وطوال العام إحنا بعد كل فترة تقومية بيكون عندنا وقفة لمتابعة جوانب القوة والضعف في الامتحانات وتدريب الطلبة لها، فما يتوترون، ما بالعكس يكونون يدشون بثقة، وهم أعتقد اجتهدوا يومين طرحت الرهبة الأول اليوم تعودوا على المكان، والحمد لله الاختبارات اللي قبلنا مرت بهدوء وبسلام، إن شاء الله باكر راح تمر بهدوء وسلام إن شاء الله. ما في أي شيء جديد، بس أنا أحب أقول لهم إن شاء الله إن إحنا عندنا موقعنا اللي على سناب شات، وأحب أوجه الشكر للأستاذة الموجهة الفنية الأولى منطقة حولي أستاذة أنوار رئيس الردوان اللي هي مسؤولة عنه، وهو يعتبر مشروعه وهي اللي سوت لنا إياه. إحنا من أمس واليوم منزلين مجموعة مراجعات وتطبيقات للاستعداد للاختبار، يا ريت اليوم هم اللي يبي هم قاعدين مكانهم بطلون ويشوفون، وهو أهو إن شاء الله المخرج بعد راح ينزل السناب شات الخاص، نعم نزل معانا على الهواء إن شاء الله، هو يعني هو اللهب FR اللي هو LEHUBFR، يعني سهل جدا يتابعونا فيه، هو حيكون يعني مثل يطبقون، يعني خلاص اللي درسها يشوف شلون طريقة تطبيقها، وهو راح يطلعون هو يوم عادي امتحان عادي حاله إن شاء الله تكون سهالات سهالات. اليوم الطالب استاذة منى يعني لما يروح، خاصة الطالب المجتهد جدا لما يركز بشدة ممكن هذا التركيز يصير خوف، يتحول إلى خوف بالضبط. شلون نفرق بين التركيز وبين الخوف، أو ما نخلي التركيز يتحول إلى خوف؟ احنا شوف الطالب المجتهد دائما تلقينا من كثر حرصه يخاف على يتوتر على النصف درجه، صحيح. الطالب العادي اما لما يحل ثلاث اسئله يفرحان ويضحك، الطالب المجتهد تلقينا ماخذ اموره كلها من البدايه، تعلم ووضع خطته من البدايه وما تخافين عليه، لكن موضوع هذا التركيز دائما نترك لان ولي الامر لابد انه يتيح له الفرصه في انه يكون مرتاح في مكانه، يعني حتى يخلق له الجو المناسب. احنا بدورنا انا كماده كيمياء بتكلم واقول لهم ماده الكيمياء تخافون منها، احنا اللي بناها الاسئله هي المعتاده، ما في شيء انتم مو متعودين عليه، اسئلتنا الاختيارات من متعدده اللي هي الاسئله الموضوعيه والمصطلح العلمي من لب الكتاب، الأسئلة المقالية ما فيها إلا المسائل وفيها ما المقصود وفيها بعض الخرائط الذهنية، الكيمياء بالذات الآن في هذه الفترة ترتكز على مشتقات المركبات الهيدروكربونية، هذه الطالب يقدر بسهولة، وإحنا معطينه وما قصروا كل المناطق التعليمية واللجنة الفنية للكيمياء عملنا خرائط ذهنية تساعد وتسهل عليهم عملية الحفظ، فإحنا نقول لهم الآن اليوم باكر الامتحان يفترض انك انت مخلص، الان انت ما عليك الا انك تفتح تلك الخرائط الذهنيه
ترجع إلى أسئلة المعادلات، أنت بنفسك تسمع حق نفسك كيف تحصل على هذه المادة من هذه المادة، اكتب التفاعلات الدالة على أو المعادلات الدالة على تلك التفاعلات. فمن الكتاب ما في شيء، لا تخافون، يعني اللي بقول وصل لهم الرسالة. دائما نسمع إذا لقوا صعوبة مثلا في الامتحان الطلبة يقولون يأتي لنا أسئلة من خارج المنهج، فهذا الكلام غير صحيح، كل الأسئلة راح تكون إن شاء الله من المنهج نفسه. لا لا, لا, لا مطلقا ما في أي سؤال يكون من خارج المنهج، يعني إحنا قبل أن نكون يعني موظفات ما إحنا أمهات. أي والله ترى عيالنا إحنا وإحنا نخاف عليهم أبدا، ما في شيء أبدا خارج المنهج. ترى الامتحان يوافق مستوى الطالب المتوسط، يعني إذا كانت في هناك نص درجة مثل ما قلتك الطالب الفائق. أنتوا يا جماعة أنتوا إحنا نبي تطوير، وإحنا الآن نتكلم عن التطوير. إذا أنا ما طورت بفكر الطالب، الامتحان يحتوي على مستويات معرفية تعتمد كثيرا على الفهم، إذا أنا ما دربته من خلال امتحان أنا قاعدة أدربه طول السنة، فكيف أنا أقوم بعملية التطوير هذه؟ فبالتالي فكر الطالب إحنا هو من نطمح إلى تطويره. وأيضا الخريطة الذهنية اللي موفرينها هذه تساعد أكثر على عملية الحفظ بالنسبة للطالب. جدا جدا في كل المواد. كل المواد. كل المواد. طب كل المواد. رسالتكم حق الأهل، دور الأهل الحين في فترة الامتحانات. والأهل اهدوا، أنتوا خليكم هاديين، أعطوا هدوء للطلبة، خليكم أنتوا عندكم ثقة بعيالكم وخليكم هاديين. لأن ممكن ولي الأمر يوتر الطالب، يكون ممكن يصير عادي يوم نفس أي يوم. يعني تعرفين شغلة مهمة شنو؟ أن ولي الأمر يقول له إذا ما جبت الدرج أنا أبيك تصير طبيب، أنا أبيك تصير مهندس. ليش أنت يا ولي الأمر تحدد ماذا يريد مستقبل نعم. ولدك؟ أنت قول له يا يبا سو اللي عليك، أنت قاعد تجتهد من بداية العام، الاجتهاد هو يصير. أوكي الحين باكر الامتحان، إحنا لو كنا ملتقين قبل شهر، شوفي مواقع اليوتيوب تحتوي مواقع اليوتيوب تحتوي على كثير من الدروس المشروحة، وكانت في قناة فضائية كويتية كنا نشرح فيها الدروس، يعني عشان نقطع الدروس الخصوصية. بالنسبة لنا تلفزيون الكويت وخصوصا برنامج يعني مساء الخير يا كويت، احنا فاتحين الباب في اي وقت حابين تشرفون اكيد، يعني احنا نطمح الى خدمة الطالب الكويتي وهذا اكيد ما في اي شك. طب نبي نعرف من الناحية العلمية، اكيد اثبتت الدراسات ان القومة بالليل تساعد اكثر في عملية الحفظ، فالبعض ممكن خذاها الى ناحية اخرى السهر. السهر مضر جدا بالنسبة للدراسة وأيضا عملية الحفظ، لكن في هرمون يشتغل تحديدا بالليل الفير، يشتغل في ذاكرة الشخص، يريد تتكلمين عنه. الفجر وليس الليل، الفير أنا معك. نعم الفير معروفة صحيح. بالفير طبعا. في هرمون النوم الميلاتونين هو أساسا يعني يفرز في ساعات النوم، عشان سبحانه هذا بحكمة من رب العالمين عشان الإنسان يرتاح وينام. طيب أنا لو في بعضهم يتعود، احنا ما نقول ان يعني السهر عشان لا نوتر عيالنا، لانه هو نام طول النهار ويا سهر بالليل، انا اقول له انت سويت خلقت ساعات بيولوجيه لنفسك، فبالتالي انا ما اوتره، انت مريت الان بهذه الفتره، لكن الحقيقه احنا نتمنى ان ندرب اطفالنا واولادنا كلهم من السنوات الاولى من يعني من المرحله الابتدائيه على انهم يدرسون بالنهار وينامون بالليل، هذا يعتمد على التدريب. ترى الأسرة لها دور كبير في هذا الشيء. هو الفير أنا معاش الفير، هو الفير معروف إنه فيه تكون طبقة الأوزون أكثر والذهن يكون أكثر إيه إنه ينام بكر، يكون الفير على صلاة الفير وهالفترة فيها هي أحسن فترة للمراجعة وللتدريب الفير إيه، لكن السهر أنا أيد أستاذة منى طبعا السهر. طب أستاذة منال شنو العادات السيئة اللي المفروض الطالب ما يقوم فيها قبل النوم، يعني ما يسويها قبل النوم؟ مثل ما قالت إن أنا أنام طول النهار وإيه يعني أكتفي بعدد أكمل ساعات لا هو في شيء جديد هب فيه يقول أنا بواصل كلمة أواصل هذه سيئة بالمواصلة. لا المواصلة هذه بالعكس رح يجيله فترة إن أعتقد إن يصدع وقت الاختبار رح يجي بيحل إن بعد الحل مهم جدا المراجعة صحيح مطلب انه احل واسلم، هو راح يجي له فتره انه ما عنده طاقه او رغبه انه يراجع، فهي عمليه انه اواصل هذه من الاشياء جدا السيئه. الاشياء السيئه بعد اللي انا ما احبها يمكن اطبقها مع عيالي، ما احب الفاست فود ايام الامتحانات وليله الامتحانات اللي ممكن تسبب نزلات معويه والعصير. انا اطالب كل طالب انه لما يستلم ورقه الامتحان
يكون هادي ريلاكس لا يتوتر، يقرأ الأسئلة، يبدأ بحل الأسئلة السهلة ثم ينتقل إلى الصعبة، ولا يطلع على طول بس يخلص من تصير نص الوقت تطلع، انتظر بابا طالع الأسئلة اقراها عدل، تأكد أنك حليت جميع الأسئلة، وخليك هادي وريلاكس وعلى الله إن شاء الله تتوكل. واليوم نشوف يعني معظم مدارس الكويت تدعم الطالب من الناحية الغذائية، يعني قبل امتحان يعطونا شوية عصير، شوية ممكن سكريات أكثر قبل لا يبلش بالامتحان، هذا شيء نشوفه وبالفعل تشكرون عليه. إيه لا والله استعداداتكم في استعدادات رائعة يعني باللجان يعني أيضا إحنا ترى بدورنا يعني مستعدين حق التصحيح باكر بإذن الله، شكلنا لجان قمنا بترتيبها وتنسيقها، ولكن أيضا راح لايحاتي ولي الأمر أوراقهم في أيدي أمينة، إحنا لجنة مشكلة في مراجعات مستمرة، مو بس مصحح ورا مراجع، مراجع حتى نصل أكيد إلى المراجع الأفقية، بالتالي أوراقهم في أيدي أمينة لايحات من هذا ما في شك أكيد. يعطيكم العافية أستاذة منى الأنصاري رئيس اللجنة الفنية للكيمياء، وأيضا أستاذة منى عبد العزيز عمر الموجه الفني العام للغة الفرنسية، شكرا لكم، يعطيكم العافية. فاصل مشاهدينا.